أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: قد ورد في كتيب شرح الأربعين النووية للنووي في حاشيته هذه العبارة على حديث إنما الأعمال بالنيات، أنه إذا وجد العمل وقارنته النية فإن فيه ثلاثة أحوال: الأولى أن يفعل ذلك خوفا من الله وهذه عبادة العبيد، الثانية أن يفعل ذلك لطلب الجنة وهذه عبادة التجار، الثالثة أن يفعل ذلك من تأديته للشكر ويرى نفسه مقصرا وهذه عبادة الأحرار. ما صحة ذلك؟ هذا كلام الصوفية، هذا كلام باطل. التقسيم هذا تقسيم الصوفية، ومن هو المحشي هذا؟ يقول مجموعة من طلبة العلم، لو تتبع المعلق وجدته من الصوفية، لأن يعني هذا كلام الصوفية، هذا نص. نعم.